أكاديمية الزمالك في دولة الكويت بتعني لكم إيه؟ أكاديمية، مجرد وجود أكاديمية في دولة الكويت تحمل اسم نادي الزمالك تدل دلالة كبيرة على علاقة هذا النادي الكبير الذي نعتبره احنا بالكويت نادي القرن الحقيقي وليس النادي الأهلي المصري، مع احترامي حق الإخوان المصريين. جمهور كثير بالنسبة لكم؟ جدا، شعبية جارفة غير عادية. انتوا انا مستغرب منكم المصريين في مصر بتقولوا الاهلي وهو الاكثر جماهيرية واحنا نقول 50-50. اذا انتوا عندكم 50 مليون في مصر يشجعوا الاهلي، احنا عندنا 300 مليون عربي يشجعوا الزمالك. هذا الزمالك، وعلى التاريخ يقول ما شاء. التاريخ يقول يقدر على الزمالك يقول ما شاء، نحبه لو كان بطل ونحبه لو مش بطل.